كبير. اهلا وسهلا. اقدم لكم ورد. اهلا وسهلا. انا بحسدك على ذوقك يا برعي بيه، كل حاجه بتعرف تختارها. شكرا يا ابو الامجاد. الله يخليك. بس انا لسه ذوقي ما وصلش للمستوى ده من الجمال. اهلا. اهلا بيك يا مرعي بيه. اهلا وسهلا. بقى مكرم بيه اللي بنسميه مالك المرسيدس في عالم السيارات. اهلا وسهلا، شرفنا. والله يا مرعي بيه، اذا كنت انا ولا مؤاخذه يعني مالك المرسيدس زي ما جنابك بتقول، فالفضل يرجع في مملكتي دي كلها الى اخويا وحبيبي وصديقي عمي بيه سليمان. أهلاً. عز صديق لي. أهلاً وسهلاً. صديق أنا كمان يا عوني. تشرفنا. أهلاً وسهلاً. عوني بيه سليمان من شباب مصر اللي شرفونا في ألمانيا. ما شاء الله. يعني مؤاخذة إيه، بيزنس مان. وهو بقى إيه، صاحب الفضل عليا في كل أشغالي. يا راجل ما تقولش كده. تصور يا أبو رعي بيه، هو اللي وداني شركة مرسيدس هناك وعرفني بيهم وخلانا سمنة على العسل. أهلاً. ما شاء الله. تعال يا ورده. ما شاء الله. اقدم لك مكرم بيه وصديق وعوني بيه. اهلا وسهلا يا استهانم. اقدم لكم صاحبه البيت وصاحبه الدعوه ورده. اهلا استهانم، اتشرفنا. ورده، حضرتك تقصد ورده الحفله طبعا. يا عيني على الغزل الدبلوماسي. لا ابدا، بس اصل حضرتك شبه انسان عزيز عليا قوي. ارجوك اعتبريني هو. شايف عمرك عامل. هو حضرتك لسه واصل من المانيا طازه؟ طازه؟ لا انا لسه نازل من على الفرن. بذمتك يا برعي مش شبه سفروت؟ زي ايه؟ سفروت. طب استاذن انا بقى. استاذن ديارك اللي انت كبرت. يا عمي وبعدين انا بهزر معاه. طب انا كمان بهزر. جاي من عند سفروت. سفروت؟ عايزك حالا، تسمحي تيجي معانا؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ بقول لحضرتك من عند سفروت. طب امشي اخرج بره انت هو الاحسن، اصوت والم عليكم العالم. بأمرت مكان عندك هنا في الحفله وساب البيبه.